شفت الكورة القوية دي؟ ضربتها في صباعي معلم مكان أقول واي. أنت بتحب الكورة؟ نعم أكتر شيء. أحكيلك دار أحكيلك شنو؟ أحكيلك عن حياتي ولا عن شبابي ولا عن شبابك الراح الضاع. نقول يا ريت شبابي الضاع ودعوت تاني لحظة بنسيتك ولا نساني ترتت. لكن الرياضة الآن اللي بيتكلموا عنها الناس في مدربين يعملوا فريق لكرة القدم النسائي يلعب في دوري السودان وأكثر من ذلك يلعب خارج السودان في أوروبا في أمريكا في أفريقيا. عاداتنا وتقاليدنا كده يا ريت. ما بيلبس طرحة صامولته ما مركبة زي الناس. أيوة. هل تشجع افراد اسرتك الانخراط في الرياضات النسويه؟ لا لا هل تعرف الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا سيجمي؟ هل تعتقد ان هناك علاقه بين السياسه والرياضه؟ كيف؟ ما مثلا السؤال ده